بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الطلاب وأخواتي الكريمات ورحمة الله وبركاته. نعم، عليكم السلام، شيخ حياك الله. استكمالا للمحاضرات السابقة، اليوم يقع الكلام فعلا في مسألة الولاية وما يرتبط بها والوكالة والكفاءة في عقد الزواج. طبعا في المحاضرات السابقة دائما ما يتردد عنوان الولاية وكذلك عنوان الولي والوكيل ومسألة الكف والكفاءة في عقد الزواج. اليوم حديثنا يتناول شطر من هذه الأمور، وذلك لأهميتها في قضية عقد الزواج، ولأهمية الولي وما ينبغي أن يتصل به من شروط عامة وشروط خاصة تمكنه من خلالها إنشاء العقود وما يرتبط بذلك. طبعاً إذا ما أردنا تعريف الولاية في عقد الزواج، هي قدرة الشخص المعني على إنشاء العقود والتصرفات النافذة المرتبطة بالشخص. معنى ذلك أن يكون الشخص له قدرة وسلطنة وإمكانية على إنشاء العقود وكذلك التصرفات النافذة، وهذه القدرة وهذه الولاية التي يمتلكها الشخص مرة تكون ولاية قاصرة ومرة تكون ولاية متعدية. الولاية القاصرة هي قدرة الشخص على إنشاء التصرفات الخاصة بنفسه، يعني القاصرة أي أنها تقتصر على نفسه ولا تتعدى إلى غيره. أما إذا قلنا بأنها ولاية متعدية، أي أنها تتعدى إلى غيره أيضاً ولا تتوقف على نفس الشخص حينئذ. يلا شهد، تفضل شهد. نعم دكتور. دكتور، الولاية تنقسم إلى قسمين، الولاية القاصرة والولاية المتعدية. القاصرة هي قدرة الشخص على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه، بينما المتعدية هي قدرة الشخص على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على غيره. والولاية المتعدية تنقسم إلى نوعين، الولاية على المال هي قدرة على إنشاء العقود والتصرفات المالية النافذة بحق الغير، بينما الولاية على النفس هي سلطة يستطيع الشخص بمقتضاها مباشرة الأمور الشخصية للمولى عليه كتأديبه أو تربيته أو تزويجه. شكرا جزيلا. شوفوا أحبائي، هذه الولاية التي عبرنا عنها بأنها قدرة الشخص على إنشاء العقود والتصرفات النافذة، فمرة تكون مختصرة على الشخص نفسه ومرة تكون متعدية إلى أكثر من الشخص بل تتعدى إلى غيره. هذه الولاية المتعدية مرة تكون متعدية للأموال، يعني على المال، ومرة تكون على النفس. المتعدية للأموال هي جميع التصرفات المالية وما يرتبط بالجنب المالية. أما الولاية المتعدية للأنفس، هذه الولاية يعني الولاية عن النفس تكون على قسمين، مرة تكون ولاية على النفس يعني إجبارية، ومرة تكون ولاية على النفس ولاية ندبية أو مستحبة. معنى ذلك الولاية الإجبارية هي تلك الولاية أو تلك الولاية التي تكون للشخص الذي يكون كامل الأهلية كالأب مثلاً على الصغير. الصغير حينئذ يحتاج إلى الولاية، والولاية حينئذ تكون بمعنى الإجباري، أي أن الصغير لا يمتلك الأهلية الكاملة لكي ينشئ العقود وما شاكل ذلك. هذه تسمى بالولاية الإجبارية. أما الولاية الندبية
هي تلك الولاية التي تكون للشخص الكبير البالغ العاقل الذي بلغ 18 من عمره، فإن الولاية عليه إنما تكون من باب الندب لأنه تام من أهلية. يلا بنين، تفضل بنين. بلي دكتور، وقد بينا عند حديثنا عن شروط الصحة في عقد الزواج آراء فقهاء المسلمين في اشتراط الولاية في الزواج، فلا نكرر ما ذكرناه سابقا. أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فلم ينظر للولاية في عقد الزواج من حيث تعريف الولي أو شروطه أو استلزام موافقته على إبرام عقد الزواج إلا في زواج من إكمال 15 من عمره، وعلى نحو محدد. إذا بينا سابقا أن القاضي يستطيع أن يمنح الإذن بالزواج حتى في حالات رفض الولي إذا كان الاعتراض لأسباب غير جديرة بالاعتبار. أما الولاية عن المرأة العاقلة البالغة فلم يأخذ المشرع العراقي بها وأعطاه الحق في تزويج نفسها بنفسها، بل منع تدخل حتى الأب وعاقب على الإكراه على الزواج. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شوفوا احبائي، احنا الولايه على النفس ذكرنا بانها تنقسم على قسمين، ولايه على النفس اجباريه وولايه على النفس ندبيه. الولايه على النفس الاجباريه مثلنا لها مثال كولايه الاب على الصغير، يعني الذي لم يصل إلى الأهلية التامة أو كان ناقص الأهلية. هذه الولاية ولاية إجبارية، لماذا؟ لأن الصغير ليس له الحق في إنشاء المعاملات والعقود كعقد الزواج وعقد البيع وغيره. أما الولاية على النفس الندبية في عقد الزواج هي مثلاً إذا كانت المرأة بالغة عاقلة قد وصلت 18 من عمرها، حينئذ ولاية الأب عليها إنما تكون من باب الندب. لماذا؟ لأن حينئذ بإمكانها أن تختار وتتزوج من تريد، وليس لأحد الحق في جبرها أو إكراهها على الزواج من شخص معين. لذلك القانون الوضعي شدد على هذه النقطة وقال إذا بلغت على سبيل المثال المرأة 18 من عمرها وكانت بالغة عاقلة سليمة، حينئذ بإمكانها أن تختار وليس لأحد إجبارها. وقد عاقب القانون العراقي والمشرع العراقي من يجبر أو يكره أحدا على الزواج بمدة لا تزيد عن 3 سنوات لمن كان من الأقارب، وكذلك بمدة لا تزيد عن 10 سنوات لمن كان من الأجانب والأغير. لماذا؟ إذا لاحظنا هذه الحالة أحبائي أعزائي نلاحظ أهمية القانون وتأكيده على استقلالية الشخص المؤهل الذي يمتلك الأهلية التامة حينئذ. شوفوا أحبائي أعزائي، وطبعا في وقتها ذكرنا أحبائي الولي ذي الولي حق الاعتراض، ذكرنا في مبحث من بلغ 15 من عمره. إذا كان الولي قد اعترض على زواجي وكان هذا الاعتراض وجيها، كان هذا الاعتراض وجيها يؤخذ به، وإذا لم يكن الاعتراض حينئذ وجيها أعطاه القاضي مدة لكي يراجع نفسه، فإن راجع نفسه في بها وإلا كان القاضي أن يستخدم حقه في ذلك. طبعاً عندنا مجموعة من الأمور اللي تتعلق بالولي، إحنا عرفنا معنى الولي وهي قدرة أو سلطنة، الآن رجعنا لكي موضوع آخر نحدد ما يشترط في الولي. هنالك مجموعة من الشروط التي تشترط في الولي علينا أن نتعرف عليها ونحددها بالشكل الواضح. عن النصير؟ نعم دكتور، أن يكون بالغ عاقل أي كامل أهلية، فلا ولاية للمجدون أو المعتوه وفاقد الوعي لمرض أو شيخوخة على غيره، كما ولاية الصبي ولو كان مميزا لأنه لا ولاية له على نفسه، فلا تكون له ولاية من غيره من باب أولى. شكرا جزيلا.
تمام. شروط الولي، للولي شرطان. الشرط الأول، يشترط في الولي أن يكون بالغا عاقلا. طبعا عندما نقول بالغا يعني لا ولاية للصبي حينئذ، وعندما نقول عاقلا فلا ولاية للمجنون على غيره، أو كما يقال في الحكمة المعروفة عندنا أحبائي، فاقد الشيء لا يعطي. يعني هذا الشخص الذي نريد أن نجعله وكيلا، إذا كان هو نفسه فاقد إلى الأهلية، كيف يمكن أن يكون وكيلا على غيره؟ هذا كله ما يخص النقطة الأولى من شروط الولي. النقطة الثانية، شهد علي. شهد علي، نعم دكتور. ثانيا، اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه، فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، كقوله تعالى في كتابه العزيز: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لأن الولاية تبنى على الميراث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الولاية هي نوع من السيادة، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادة على المسلم، لما في ذلك من إذلال لهذا الأخير. شكرا جزيلا. الشرط الآخر أحبائي من شروط الولي هو اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه. يعني لا يجوز جعل الولاية للكافر، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكافر سبيل على المؤمن. من هنا ينبغي في الولي أن يكون مسلما ويتساوى مع المولى عليه في هذه المسألة. ربما سائل يسأل يقول: لماذا الولاية بهذه الصورة؟ نقول: الولاية مرة تكون من جهة الميراث، ومرة تكون الولاية من جهة السيادة. فالمسلم أو المؤمن هو أعلى رتبة من الكافر، وبالتالي لا يولى يعني الكافر على المسلم من هذه الناحية. هذا كله ما يشترط من شرائط الولي. عندنا الموضوع الآخر، هي مسألة ترتيب الأولياء. يعني إحنا عرفنا الولي وعرفنا شروط الولي، نجي ترتيب الأولياء كيف يكون وبأي صورة يكون حتى نتطلع عليه. أحمد محمد شاكر، تفضلوا. نعم دكتور، يقصد تفضل. بترتيب الأولياء ذكر من له ولاية على غيره، سواء كان بالانفراد أو الإجماع. قال أحد فقهاء الإمامية: إذا تثبت الولاية للأب ولجد الأب، وإذا لم يكن للمرأة أب أو جد في من جهة الأب، تنتقل الولاية للحكم الشرعي. وإذا اختار الأب شخصا واختار الجد شخصا غيره، فتقدم باختيار الجد على الأب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شوف أحبائي، عندنا مسألة ترتيب الأولياء. طبعا قبل ما نوسع هذا الكلام، يعني ألفت انتباهكم إلى مسألة. شخص الولي يختلف من مذهب إلى مذهب آخر. فالولي عند فقهاء الإمامية هو أما الأب وأما الجد. على سبيل المثال، بنت شابة أبوها موجود، طيب إن شاء الله جميع آبائكم موجودين سالمين، وكذلك أيضا موجود. فهنا الولاية أيضا تكون للأب وتكون للجد. الأب باعتباره هو الأب الحقيقي لها، والجد الولاية له باعتباره هو أبو أبوها، فهو أب الأب حينئذ يكون. على هذا المقدار، على هذا الأساس، الولاية تكون لهما معا. لكن إذا تقدم شخص إلى خطبة هذه البنت واختلف الأب مع رأي الجد، فالرأي حينئذ هو يكون للجد، لأنه بالتالي يكون أب المن إلى هذا الأب الذي هو واقعا والد هذه الفتاة. عندنا فقهاء الحنفية عندهم رأي آخر في مسألة الأولياء. آيات قاسية. نعم دكتور. دكتور، وقال فقهاء الحنفية تفضل. بأن الولاية
بأن الولاية تثبت للأقارب من العصبة النسبية، وهم 4 أصناف. أولا البنوة، ويراد منها الابن وابن الابن وإن نزل. ثانيا الأبوة، ويراد منها الأب وأب الأب وإن علا. ثالثا الأخوة، ويراد منها الأخ وابن الأخ وإن نزل لأبوين وكانا أو لأب. العمومة، ويراد منها العم وابن العم وإن نزل لأبوين أو الأب. ومما تقدم نجد أنهم قدموا البنوة فولاية الأب أولا، ثم تأتي الأبوة بعدها، أو ولاية الأب والجد، ثم الأخوة، الأخ الشقيق والأخ للأب، ثم العمومة. شكرا، شكرا جزيلا. بالنسبة إلى ترتب الأولياء عند فقهاء الحنفية، طبعا فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن الولاية إلى العصبة النسبية. يعني ما المقصود بالعصبة النسبية؟ هي الآتي: هي البنوة يعني الأبناء، والأبوة الآباء، والأخوة وهو يعني الأخوة لنفس المرأة، والعمومة. فقهاء الحنفية يرون أن الولاية تكون لهؤلاء الأشخاص، وترتيبهم إنما يكون بالشكل الذي درجناه، يعني البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأعمام. هذا كله ما يرتبط بترتيب الأولياء عند فقهاء الحنفية. طبعا شيء آخر يتعلق في مسألة الأولياء، ألا وهو أحكام تزويج الأولياء. يعني هل للولي أحكام معينة في تزويج يعني من يولون عليه، أو الأمور على يعني مسراها؟ طبعا الجواب كلا، الأولياء لهم أحكام وشروط خاصة في ذلك. وقبل البدء في بيان الأحكام، أحبائي أعزائي الطلاب، أشير إلى مسألة مهمة. هو الولي يعني يشترط فيه أن يكون ويكون أن ينظر في مصلحة الصبي أو من لم يكن مؤهلا، وأن تكون جميع إجراءاته إجراءات سليمة وتصب في مصلحته، وأن لا تسبب له ضرر أو ما يكون عائقا تجاه مصلحته. زين، بعد من يقرأ أحبائي؟ بعد من يساعدنا في بيان هذه النقاط الأولى؟ نعم، آيات قاسمة. نعم دكتور. دكتور، ثانيا إن الأب والجد أوفر أقارب الصغير شفقة عليه، وأكثرهم عناية بما فيه خير له، ولهذا لا يكون عادة موضع التهمة، ويقبل منهما التصرفات ما لا يقبل من سائر الأولياء وغيرهم. ولو رجعنا إلى أحكام الفقه الإسلامي، نجد أن فقهاء الإمامية قالوا أن شكرا جزيلا، زواج شكرا الولي الصغير شكرا بدون شكرا شكرا معايا. العفو دكتور. شوفوا احنا، شوفوا احنا بترتيب الاولياء، وقبل ما ندخل في تصرفاتهم وما شابه ذلك، ينبغي للولي عندما يكون وليا، يعني ينبغي ان تكون له نظره الشفقه، نظره الرحمه. يعني الولي عندما يريد ان يزوج ابنته أو يزوج من له الولاية عليه، ينبغي أن يكون عند نظرة الشفقة والرحمة. يعني عندما يزوجها يفترض يعني أن يكون عنده حس الرحمة، حس المروءة، حس المودة، حس الرعاية، حس الاهتمام، وأن لا يلقي بمن يتولاه يعني إلقاء الحجر في البحر. لأن هاي المسألة مهمة، هذا إنسان وعنده روح وعنده مشاعر، ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة نظرة جدا مهمة. نعم، ولو رجعنا إلى أحكام الفقه الإسلامي، يلا سارة، تفضلي سارة. أما فقهاء الحنفية فذهبوا إلى أن الأب أو الجد العفو، أو ولو رجعنا إلى أحكام الفقه الإسلامي، أي سارة، العفو. ولو رجعنا إلى ولو أحكام رجعنا إلى أحكام الفقه الإسلامي، نجد أن فقهاء الإمامية قالوا أن زواج الولي الصغير بدون مهر مثل، أو زوج الصغير بأكثر منه، فمع المصلحة في ذلك يصح العقد أو المهر، ولا يحق للصغير أو الصغيرة إذا ما بلغ أن يفسخ العقد. أما إذا تبين أن هذا الزواج ليس فيه مصلحة، فإن العقد يكون موقوفا إذا كان الصغير مال، حيث يكون المهر
عليه، أما إذا لم يكن له مال فإن المهر يكون عندئذ من الأب، من مجال للحكم بالوقف لعدم تركيب أي ضرر عليه. أما فقهاء شكرا جزيلا، الحنفية، شكرا جزيلا. شوفوا أحبائي، فقهاء الإمامية يقول هذا الولي إذا زوج الصغير مع وجود المصلحة، يقول فالزواج حينئذ، العفو، فالعقد حينئذ يكون عقدا صحيحا. يقول حتى إذا كان زواجه بدون أو بأقل من المهر المحدد، يعني بأقل من مهر المثل. لماذا؟ السبب يقول لأن الزواج كان من مصلحة الصغير. هاي حال، يعني إذا كان زواج الولي من صالح الصغير، إحنا بالتالي يكون هذا العقد صحيح. هسه يجي واحد يقول يا ترى زوجه بأقل من المهر المتعارف، بأقل من مهر المثل. يقول له حتى وإن كان بأقل من مهر المثل، لكن طالما كان الزواج من مصلحة الصغير يؤخذ به، أما إذا كان يعني ليس من مصلحة الصغير فإن الزواج حينئذ يكون زواجاً موقوفاً عليماً على رأي الصغير إذا بلغ واتضحت عنده الأمور. هذا بالنسبة لمن؟ إلى فقهاء الإمامية. نجي إلى فقهاء الحنفية. من يساعدنا أعزائي؟ حسين سمير، يلا حسين. نعم دكتور. أما الفقهاء الحنفية فذهبوا إلى أن الأب أو الجد إذا زوجا الصغير أو الصغيرة وكان معروفين بحسن التصرف فإن عقدهما صحيح ونافذ ولازم، حتى لو كان بغير كفؤ أو بأقل من المهر المثل، لانتفاء تهمة الإضرار ولتوافر دواعي الرحمة والشفقة على المولى عليه. وإذا بلغ الصغير فلا يحق له أن يفسخ العقد. أما إذا كان الولي، شكرا جزيلا. فقهاء الحنفية ذهبوا أن الأب والجد إذا زوجوا الصغير، صغير أو صغيرة، وكانا معروفين بحسن السيرة وحسن السلوك، يعني الأب أو الجد، حينئذ يكون عقد الزواج عقدا لازما ولا مشكلة فيه، وإذا بلغ الصبي ليس له فسخ العقد. لماذا؟ لأن الأب أو الجد الذي هما الوليان كانا حسنا السيرة، ولا يمكن أن نتهمهما بشيء غير ذلك. عندنا أما إذا كان الولي معروفا بسوء التصرف، يلا أحمد محمد، يلا أبو شهاب. أما إذا كان الولي معروفا بسوء التصرف فإن الزواج مواليه بكفء وأمور المثل نافذ عقده وكان ملزما، وإن كان بغير كفء وبه غبن فاحش، فالمهر فالعقد يكون هنا غير صحيح. وقال أبو حنيفة. شكرا جزيلا. الحالة الثانية أحبائي، إحنا مرة إذا قلنا إذا كان الولي معروفا بحسن التصرف، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان الولي معروفا بسوء التصرف، يعني مشهور عنه أنه تصرفه سيء، هنا نجي نقول إذا كان زواج للصغير، زوج الصغير بالكوف، يعني زوجه من إنسان كفء له، وكان مثلا أعطاه مهر المثيل، ففي هذه الحالة لا مشكلة حينئذ. هسه تقول لي مو هذا الولي كان تصرفه سيء أو معروف بسوء التصرف، أقول لك صحيح، هو مشهور عليه أن تصرفه سيء، إلا أنه في هذا المورد كان تصرف صحيح بأنه زوج الصغير من الكفء وأعطاه مهر المثل. أما إذا كان تصرفه أدى إلى تزويجه بغير الكفء أو بالغبن، فحينئذ يكون العقد عقد غير صحيح. عندنا رأي آخر إلى أبو حنيفة، يلا من يساعدنا؟ بعد من يساعدنا؟ نشوف من يساعدنا بعد. يلا سيف، يلا سيف. نعم دكتور. وقال أبو حنيفة إذا كان الولي غير الأب أو الجد والابن، فإن كان الزواج من غير كفء وببغن فاحش في العقد غير صحيح، وإن كان من كفء وبمهر المثل فالعقد صحيح، ولكنه موقوف على إجازة المولى عليه بعد اكتمال أهليته. تمام، جيد. شوف أحبائي، أبو حنيفة عنده فدراي آخر،
يقول إذا كان الذي زوج مو الولي، يعني لا الأب ولا الأبن، إجا في الشخص آخر وزوج الصغير أو الصغيرة، لكن زوجه من غير الكفر، أيضا يكون العقد شبيه غير صحيح. لكن يقول إذا هذا الشخص اللي زوجه، يعني شخص غريب، إذا زوجه زوج الصغير أو زوج الصغيرة لكن زوجهم بالكفر وبمهر المثل، يقول العقد صحيح إلا أنه يتوقف على إجازة من له الإجازة أو إجازة الصغير عندما يبلغ. هذا تمام الكلام في مسألة الولاية. عندنا موضوع الآخر اللي راح ناخذه هي مسألة الوكالة في عقد الزواج. الوكالة في عقد الزواج، يلا من يساعدنا؟ بنين جواب، يلا بنين. الوكالة في عقد الزواج، الوكالة في عقد الزواج لم يعالج القانون الأحوال الشخصية العراقي موضوع الوكالة في عقد الزواج، واكتفى بالإشارة إليه بشكل موجز حسب المادة الرابعة التي نصت على أنه ينعقد الزواج بإيجاز يفيد لغة أو عرفا من أحد العاقدين وقبول من الآخر، ويقوم الوكيل مقامه. ومعنى ذلك أن المشرع العراقي أحال القاضي إلى أحكام الفقه الإسلامية لاستنباط الأحكام المتعلقة بالوكالة في الزواج. شكرا. ولمزيد من التفاصيل، شكرا جزيلا بابا. شوفوا أحبائي، احنا بداية دراستنا لمادة الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية، ذكرنا بأن قانون الأحوال الشخصية مر في مراحل حتى صدر عام 1959 ميلاديا. ذكرنا في وقتها أن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن جميع الأحكام الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية. وفي وقتها ذكرنا، قلنا إذا لم يشخص قانون الأحوال الشخصية أو لم يعطي حكما لأي شيء معين، إحنا في مثل هذه الحالة نرجع لمن؟ نرجع إلى المطولات الفقهية، نرجع للموسوعات الفقهية لنعرف حكم هذه الأمور. اليوم عندنا مسألة الوكالة، قانون الأحوال الشخصية أشار إليها إشارة إجمالية مقتضبة، يعني بكلمتين ايش قال؟ قال ويقوم الوكيل مقامه، لكن ما فصل شروط الوكيل، تعريف الوكيل، ما يرتبط به وعليه. طالما لم يفصل قانون الأحوال الشخصية، إذن في مثل هذه الحالة نرجع إلى المدونات الفقهية لنرى ماذا يقول في ذلك. على أي حال، هسه احنا مبدئيا ينبغي أن نعرف الوكالة ونعرف ما المقصود بالوكالة في عقد الزواج. شهد علي. شهد علي. نعم دكتور. الوكالة هو عقد يقيم به شخص غير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وتطبق على الوكالة قاعدة شرعية وقانونية مفادها أنه من ملك أهلية التصرف ملك توكيل غيره في إبرامه. فإذا كان الشخص يملك إبرام عقد الزواج بنفسه، أصالة جاز له أن يوكل غيره في إبرامه. وإذا أبرم الوكيل العقد فتنصرف الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا العقد إلى الموكل مباشرة. وذهب جمهور فقهاء المسلمين أنه المرأة وإن كانت عاقلة بالغة. شكرا جزيلا. شوفوا أحبائي، عقد الوكالة يعني كأنما عندنا طرف، وهذا الطرف كامل الأهلية، لكن لأي سبب ما لا يستطيع أن يباشر العقد بنفسه، فهو يوكل طرف آخر، شخص آخر أيضا له من الصفات المعينة، يوكله مثلا في زواجه. فهذا الوكيل إذا قبل الوكالة من الطرف الأول من الموكل، فهذا الوكيل تكون جميع تصرفاته ملزمة وصحيحة بالنسبة إلى الطرف الأول الذي أوكله. لكن شوية عندنا تفصيل في هذه المسألة، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وما ذهب إليه فقهاء الإمامية وفقهاء الحنفية.
يلا علي نصير، وذهب جمهور فقهاء المسلمين. نعم دكتور. دكتور، وذهب جمهور فقهاء المسلمين إلى أن المرأة وإن كانت عاقلة بالغة فلا تملك حق توكيل غيرها في الزواج، لأنها لا تملك عندهم حق مباشرة العقد بنفسها. شكرا جزيلا. لاحظوا، شوفوا، فقهاء الجمهور ذهبوا إلى عدم إمكانية المرأة إلى توكيل غيرها في زواج أو في زواجها. السبب لأنها لا تمتلك حق مباشرة العقد بنفسها. يعني رأي جمهور الفقهاء يقول يعني إذا كانت المرأة بالغة عاقلة يعني تامة الأهلية، يقول مع ذلك ما تقدر توكل شخص آخر حتى يقوم مقامها في زواج نفسها، والسبب لأنها ليس لها حق مباشرة العقد بنفسها. هذا رأي جمهور الفقهاء. إذن جمهور الفقهاء يرى عدم إمكان المرأة بجعل وكيل ليزوجها نيابة عن نفسها. نجي لمن عندنا رأي آخر أحبائي، اللي هو رأي الإمامية ورأي الحنفية. أمير رحيم. دكتور، أنا عندي سؤال، هو نفس الموضوع، يقول ما مدى صلاحية الوكالة؟ ما مدى صلاحية الوكيل دكتور؟ بس عيد سؤالك، على كيف عيد سؤالك؟ دكتور، هو نفس الموضوع، يقول ما مدى صلاحية الوكيل؟ نعم، اسمعني دكتور. دكتور، ما مدى صلاحية الوكيل؟ الوكيل في الزواج كالوكيل العقود، فلا يجوز عند الحنفية أن يوكل غيره، لأن الموكل قبل برأيه لا برأي غيره، إلا إذا أذن له الموكل بأن يوكل عنه من شاء أو يفوض إليه أمر زواجه، فله حينئذ أن يوكل عنه. وتتحدد صلاحية الوكيل عند الحنفية بحسب نوع الوكالة، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، لأن الوكيل يستمد سلطته من الموكل، فلا يملك إلا ما وكله وينفذ عليه تصرفه فيما وكله فيه، ويكون فضوليا فيما عداه، فيتوقف نفاذ التصرف على إجازة الموكل. وتقسم أنواع الوكالة إلى قسمين: وكالة مقيدة وهنالك وكالة مطلقة. الوكالة المقيدة يفيد الموكل الوكيل. شكرا جزيلا. شوفوا أحبائي، عندنا فقهاء الإمامية وفقهاء الحنفية ذهبوا إلى جواز توكيل المرأة شخص آخر في زواجها. السبب لأن عند الإمامية وعند الحنفية أن المرأة لها حق المباشرة في عقد نفسها، يعني عندها إمكانية. بالتالي هذا الرأي هو ما تبناه القانون أو قانون الأحوال الشخصية، واعتمده في هذه المسألة. إذن في مسألة توكيل المرأة عند رأيان: رأي مشهور الفقهاء الذي يمنع المرأة من توكيل غيرها في زواجها، والرأي الآخر هو رأي فقهاء الإمامية وفقهاء الحنفية، حيث يرون أن المرأة بإمكانها توكيل غيرها في زواج نفسها. عندنا أخيراً وتأسيساً على ما تقدم، يلا شهد علي، وتأسيساً على ما تقدم. نعم دكتور. بلي. يلا ويانا شهد. آيات قاسم. وتأسيساً على ما تقدم، لا يجوز توكيل فاقد الأهلية أو ناقصها، كما لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أذن له الموكل، وتنتهي مهمة الوكيل بتمام إبرام العقد، ولا يجوز له أن يطالب بتنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الزواج كتسليم المهر مثلاً، إلا إذا كان موكل في المطالبات بتنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الزواج. شكراً جزيلاً. شوفوا حبائي، عندنا في الشيء يترتب على ما تقدم سابقا. احنا قلنا يجوز للشخص كامل الأهلية ان يوكل غيره في المهام التي يقوم بها، لكن عندنا موضوع آخر كأنما سؤال: هل يجوز
توكيل فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية؟ طبعا الجواب كلا، لا يجوز توكيل من كان فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية، يعني ما يصير. زين، عندنا أمر آخر، متى تنتهي مهمة الوكيل؟ طبعا مهمة الوكيل في العقد هي إبرام العقد، فإذا ما تم وأبرم العقد بالتالي تكون مهمة الوكيل انتهت. طبعا موضوع آخر، ربما يجينا سؤال آخر، العقد أبرم لكن العقد تبقى التزامات وآثار، هل يجوز للوكيل أن يتصدى لهذه الأمور؟ نقول كلا، إلا إذا أذن له الموكل في متابعة جميع الالتزامات وما يرتبط من آثار العقد. إلى هنا أحبائي أعزائي الطلاب، ينتهي أو تنتهي محاضرتنا إلى هذا اليوم. طبعا أتمنى للجميع